ناخذ الان الحاله هاي، حولنا هذا من uncontrolled لcontrolled، وعندي اللود. خلينا ناخذ الار بالاول، مش مشكله، خلينا ناخذ الار حتى نغطي الحاله الاساسيه. هلا في حاله الار شو راح يصير عندي؟ هذا مش راح يشتغل at zero time، راح اخره بمقدار قديش؟ راح اخره بمقدار الفا لحد ما الكرنت تطلع على اللاتشنج. تمام، هلا هون تمام، هاي لازم تتبع عليها. عند النقطة هاي الكرنت بده يزيد فوق اللاتشنج، هلا لأنه ريزيستيف هذا ما فيش تأخير بالزيادة، فرح يكون انستنتينيوس. فهون هذا رح يطلع عندي هون، رح يضل شغال الفترة هاي، ما فيش عندي اندكتنسز هون شيء، فكل الكرنت رح يكون صورة طبق الأصل عن الفولتج. إذا كان R بيساوي واحد، وإذا R بيساوي واحد بكون طبق الأصل، إذا كان له فاليو مش واحد بدها تصير سكيلد فيرجن، وهون رح تصير اوكي ماشي. ما فيش فيه، ما في شطاره. هلا هون لاحظوا انا بقدر احسب الار ام اس تبع الفولتج، ومنه بقدر اطلع الار ام اس تبع الكرنت. اه اذا بدي، اذا بحتاج اعمل هيك بدي اشوف قديش اللود. واذا جبت لك سؤال عن الباور فاكتور بتعرف تحله؟ اذا قلت لك طلع لي الباور فاكتور تبع هاي السيركت، الباور فاكتور مش واحد مزبوط ماشي. كل ما تذكر ليش مش واحد، ايش صار عندي هون؟ فالدايود او الثايرستر راح ياثر على الباور فاكتور. تعريف الباور فاكتور الصحيح شو هو؟ الريل باور على الابارنت باور. الريل باور راح تكون الباور اللي بيسحبه الريزستر، اذا اهملنا طبعا اي لوسز هون. الريل باور هي الباور راح يسحبها هذا الريزستر. الابارنت باور راح تكون في ار ام اس في اي ار ام اس. لاحظوا اي هي نفسها هون في الحاله هاي، مش هيك؟ مش الاي تبعت السورس هي نفس الاي تبعت اللود؟ إذا اي ار ام اس هون هي نفسها اي ار ام اس هون، بس في ار ام اس هون هي تبعت السورس. اوكي ماشي واضح؟ وهون بامكانك اذا حسبت اي ار ام اس كيف تحسب الباور اللي في الريزستر؟ اذا عندي اي ار ام اس تبعت اللود اي سكوير اه، فبصير عندك بي هون بالوات، عندك هون في اس ار ام اس في اي اس ار ام اس اللي هي نفسها اي ار ار ام اس، تعطيني الابارنت باور وبتحسبهم. بعد هون بدك تاخذها طبعا از ا فانكشن اوف الفايرنج انجل. اوكي فلما بدي احسب الار ام اس من وين بدي ابدا الانتجريشن تبعي؟ من الفا لباي ماشي. الكل فاهم واضح هاي؟ بنحل عليها، بنحل عليها مثال بالتفصيل. اذا هاي بحاله ار ما فيش فيها شغل كثير للار، بس لا تذكر انه الباور فاكتور مش زيرو، وراح يبطل واحد على جذر التنين زي ما كان بحاله الان كنترول. بتذكر المثال اللي حليناه؟ الباور فاكتور كانت واحد على جذر التنين بحاله الدايود، لو هذا دايود راح تكون واحد على جذر التنين، في كل الحالات راح تضلها واحد على جذر التنين بامكانك تثبتها. لكن لما تبدا الفايرنج انجل تدخل شو بصير عندي؟ راح يختلف الوضع، بدك تعمل حسابات تبعتها وتاخذ تطلع الاي ار ام اس او الفي ار ام اس، بتطلع منه الاي ار ام اس وبعدين بتكمل بتحسب. طيب لو الان ضفنا هذا اللود بطل صار اندكتيف، هلا هون تامر بيرجع عندي، بيرجع عندي نفس المشكله اللي كانت موجوده بالاول. الكرنت من وين راح يبدا اذا كان ديسكونتينيوس؟ خلينا افترض انه الكرنت ديسكونتينيوس، راح يبدا الكرنت عندي من زيرو. هلا كل 360 درجه راح ابدا مره ثانيه ابدا من زيرو، فالكرنت راح يبدا معي من زيرو بنفس الطريقه، راح يتاخر البيك عن البيك من هون مزبوط. هلا بعد ما هذا اشتغل صارت الحاله هاي تشبه تماما مين؟ الدايود الاند كنترول بعد ما هذا اشتغل، بس الفرق انه هذا بدا من هون ما بداش من هون، فبدا من هون. هلا نفس الشيء راح يبدا ينزل، وهون عند النقطه هاي ما راح يكون لسه اي زيرو، فالفي ال ايش راح يعطيني؟ راح يعطيني نيجاتيف فولتج، بحيث يخلي الدايود شغال لحد ما اوصل عند النقطه هاي. الاوتبوت فولتج اللي راح اشوفه على الاسلوسكوب او اشوفه اللود هو هذا الفولتج من هون، والفولتج تبع الاندكتر راح يكون زيرو عند النقطه هاي، لانه دي اي على دي تي قديش هون؟ زيرو. فراح يكون عندي في ال زيرو هون، وبعدين هون راح يعطيني الفاليو هذا، وهذه الزاويه راح نسميها. هلا هاي اسمها الفا، هذه طبعا من هون لهون هي باي، وهاي الزاويه الكبيره اسمها بيتا، اللي هي في ناس بسموها الكوندكشن انجل، وفي ناس بسموها الاكستنكشن. اكستنكشن اذا عندي شمعه وعملت لها اكستنكشن ايش يعني؟ طفيتها. اكستنكشن طفيتها. في ناس بسموها الكوندكشن انجل، في كتب بتسميها الاكستنكشن انجل، اللي هي صارت من زيرو لبيتا بالراديانس، من زيرو لباي ومن زيرو لالفا من هون، وصار عندي هذا الشكل. نفس الشيء بامكان هون طبعا ديسكونتينيوس كرنت، حتى اخلي الكرنت كونتينيوس ايش بدي اعمل؟ فري ويلينج دايود، بحط فري ويلينج دايود. هاي الحاله هي حاله الديسكونتينيوس كرنت، لانه الكرنت راح يكون هون وبعدين راح يرد يبدا مره ثانيه هلا من زيرو بنفس الطريقه، بس هون طبعا راح يكون بعد زاويه الفا، وبعد زاويه الفا راح يبدا عندي الكرنت من زيرو.
اوكي ماشي واضح. راح يطلع عندي نفس الشكل، راح يطلع عندي هذا الشكل الغريب من هون، والكرنت نفس الشيء. على فكره هذا الكرنت هو نفس الكرنت اللي في السورس راح يجي عندي، مظبوط؟ مش هذا الكرنت ما فيش له مكان ثاني يروح فيه، مظبوط؟ فالكرنت نفسه اللي جاي في اللود هو نفسه اللي جاي من السورس، اللي شكله العجيب هذا من هون اللي فول، راح يكون فول اوف هارمونكس. طيب حتى اعمل هذا احوله لكونتينوس، راح اضيف فري ويلينج دايركت حتى احول هذا يصير كونتينوس كرنت، وراح ارفع الاندكتنس، راح ازيد الاندكتيف لود، اعمله هيفلي اندكتيف، فراح يصير عندي هلا هون فري ويلينج دايود، وهذا عندي طبعا هذا اسمه صار اس سي ار 1، وسمي هذا دي 2 من هون، وهي في اوت فولتج. هلا راح يصير عندي هون بوجود الفري ويلينج دايود نفس الشيء الان، راح يصير عندي كوندكتنج الاس سي ار من هون، وبعدين راح يشتغل الدي 2 يطفي الاس سي ار 1، وانطفى الاس سي ار 1 لاني حطيت عليه نيجاتيف فولتج. ماشي واضح فاهمين؟ كان عندي شرطين، يكون فورورد بايست والكرنت فيه ينزل لزيرو. هلا الكرنت ما نزل فيه لزيرو عند النقطة هاي، عند نقطة باي، بس مين اللي طفاه؟ اشتغل دي 2، لما اشتغل دي 2 عمل فورورد ريفرس بايسنج على اس سي ار 1. فشوف شو بصير هلا الآن بالكرنت، خليني امحي هذا كله. مش هيك بتصير كوازي سكوير ويف؟ كوازي سكوير ويف؟ هلا بنشوف، هلا بنشوف شكل الويف بالسبلاي. انا لسه راح احط لايتلي اندكتيف لود، بس كفايه انه او يعني اندكتيف لود بس كافي انه يعطيني كونتينوس كرنت. فالكرنت الان اول مره راح يبدا من هون، وين ديما؟ اول مره راح يبدا من هون، لكن بعد فتره لما يصير ستيدي ستيت اذا هو كونتينوس راح يصير فيه له قيمه، راح يصير الكرنت راح يعمل زي هيك. لسه ما راح الريبل لاني ما زدتش الهاد عند النقطه هاي. هلا راح يبدا يعمل ديكي في دي 2، مظبوط؟ هلا النقطة بس أنا اللي بدي أنبهكم عليها، إنه هذا رغم إنه الكرنت ما نزل فيه لزيرو، بس عند نقطة باي اشتغل دي 2، لما اشتغل دي 2 حط نيجاتيف فولتج عليه فطفى، رغم إنه الكرنت ما وصل لزيرو في اس سي ار 1. فاس سي ار 1 راح يشتغل بس الفترة هاي اللي هي أقل من باي، اللي هي باي ماينس ألفا. مين اشتغل عندي هون هلا؟ دي 2، وهون كان شغال عندي اس سي ار 1 لحد النقطة هاي اللي هي باي من هون. هلا الفولتج اللي راح اشوفه على الاوتبوت راح يضل هذا الفولتج اللي موجود هون، لانه لاحظوا خلال الفتره هاي كلها مين اللي شغال؟ دي 2. قديش الفولتج عبر دي 2؟ اللي هي نفسها بي ال. لا لما يكون اون، لما دي 2 يكون اون قديش الفولتج بكون عليه؟ 0.7، بس 0.7 معكوسه. فهو فعليا اذا بدنا نكون دقيقين 100% الفولتج على الاوتبوت راح يكون عندي هون 0.7، صغيره جدا بس احنا بنهملها، لان هون حيصير هذا بلس ماينس 0.7، فراح يصير عندي الفولتج هون صغير جدا، بس الكرنت في اللود راح يضل شغال لهون. ايش راح يصير عند النقطة هاي هلا لما بعمل فايرنج مرة ثانية؟ راح يرد يبدا يزيد الكرنت، وبعدين فهون بيعمل ديكي في دي 2، وهون بيعمل جروث في اس سي ار 1. في اختلاف عن الان كنترول، شو الاختلاف الأساسي هلا بيننا وبين الان كنترول كيس لما حطينا فري ويلينج دايود؟ وجود الفايرنج انجل. فهاي الفترة شو صار في العرض هذا من هون؟ بطل باي، قديش صار؟ صار من الفا لباي، وهذا صار باي زائد الفا. هذا صار اطول من هون وهذا صار اقل من هون. اذا بدنا نحط هلا الدايودز الاس سي ار والدايود الكرنتس في الاس سي ار والدايودز. هي خلصنا بس اخر شيء، خلينا بس اكمل هذا الجزء. راح يصير عندي الان الكرنت في اس سي ار 1. الكرنت في اس سي ار 1 راح يكون بس من المنطقه هاي للمنطقه هاي واللي هو هذا الجزء. فراح يكون الكرنت فيها من هذا الجزء من هون لحد ما اوصل هون، هذا اي اس سي ار 1 اوف اوميجا تي. ونفس الشيء هون راح يرد يبدا عند الفايرنج انجل هاي، والدايود حطه بالاحمر دي 2، هي اي دي 2 اوميجا تي، راح يكون الديكي اللي راح يصير عندي هون. هاي الفتره من هون لهون هي الفا لباي، هاي الفا لحد باي من هون، في حين هاي من باي ل 2 باي زائد الفا، هاي اعرض من هاي. اذا غيرت الان حطيت الهيفلي اندكتيف لود شو راح يصير عندي الكرنت؟ راح يتحول هذا الكرنت يصير كونستانت، وهذا راح اسميه اي نوت، واي نوت راح يتوزع بس مش بالتساوي بالزمن، راح يتوزع ما بين هاي اي دي 2
سي ار. هذا اي نوت وهذا اي نوت هون، هذا اي اس سي ار 1، وطبعا الاحمر راح يكون بادي هون. فشكل الكارنت اللي في السبلاي وينه؟ هي صار اسوء الوضع، لانه كان بالاول 180 درجه مزبوط. هلا قديش صار عرضه؟ باي ناقص الف، من الفا لباي. فبدي هون لما بعمل هارمونيك صار تعقيد اكثر، لما بدي احلل اطلع اي ان وبي ان والاشياء هاي، وين بدي ابدا؟ من الفا الى باي الى باي في هاي الحاله، لما صار عندي كونتينوس كارنت من هون. اوكي ماشي، واضح للفاهمين. لاحظوا هاي نقطه مهمه، السبب هون